يسألكم شيخ صالح ويقول: هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه ليلة أسري به؟ نرجو توضيح الإسراء بارك الله فيكم، وأعني كيفية لقائه صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء وإقامته بهم الصلاة صلى الله عليهم جميعا وسلم. الإسراء ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وببدنه يقظة لا مناما عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل، وركبه دابة تسمى البراق سريعة العدو. وأما المعراج فالمراد به الصعود من الأرض إلى السماوات العلى، هذا هو المعراج، هو الصعود. قد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه يقظة لا مناما حتى جاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وقرب من ربه عز وجل وسمع كلام ربه عز وجل وكلمه، فرض عليه الصلوات الخمس. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ببصره فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لم يره ببصره وإنما رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى إنما تكون في الدار الآخر، لا أحد يرى الله في هذه الدنيا وهو على قيد الحياة في هذه الدنيا، وإنما يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، يراه المؤمنون في جنات النعيم كما تواترت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت في القرآن أيضا كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم رحمه الله. وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وجوه تعالى، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة وهي البهجة وحسن المنظر، وأما ناظرة بالضاء الآية الثانية فالمراد بها النظر بالأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عدي بإلى إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى فالمراد به المعاينة بالأبصار، هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فلا أحد يرى ربه عز وجل، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، لأن الله جل وعلا عظيم. ولهذا لما سأل موسى الكليم أن يرى ربه لما كلمه قال: إنك لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالحاصل أن الصحيح من قولي العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا زال وأما صلاته بالأنبياء ورؤيته للأنبياء في السماوات، نعم، فهذا من باب رؤية أرواحهم، أرواحهم في أعلى عليين في الجنة في السماوات، وأما أجسامهم فهي في الأرض مدفونة في الأرض، فرؤيته لهم صلى الله عليه وسلم رؤية لأجسام لأرواحهم. وقال بعض العلماء إن الله خلق لهم أجساما جعل فيها أرواحهم فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تعتبر تلكم الرؤية رؤية في الحياة البرزخية، وإن كان هناك وصف لألوانهم وأشكالهم وأطوالهم، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.